يا استاذ كابتن اسلام، الحل في الموضوع ده انك تكتفي بالوصف التفصيلي، ما تقولش رايك وما تديش رايك، خصوصا لا خصوصا في الحالات التحكيميه، لان للاسف الشديد بعض المعلقين بيدلوا بدلو في الحالات التحكيميه وهو مش قاري القانون، مش قاريه، مش عارف ومش القانون ماشي فيه كمان اساسا، يعني هو مش يعني وانت كمان فيه. عندك بيت بيجي عندك في الخبير في الاستوديو التحليلي بخبير تحكيم لعبته ومكانه وبيقول رايه، خلاص ما تقولش رايك يا سيدي، سيبها للناس هي اللي تقولها، لكن تبدي رايك وتخلي المستمع ليك والمشاهد يبني رايه، وده بيشعل نار التعصب، بيشعل نار التعصب. تعرف بمناسبه كلام محمود بعد اذنك، اتفضل يا اسامه، بمناسبه كلام محمود والجزئيه اللي بيقول فيها الناس ليه هنا بتعمل كذا وهنا ما بتقولش كذا، النهارده النادي الاهلي تعاقد مع اوجاستي مدرب سله الزمالك السابق، ايوه اتقال كل الناس عارفه ان الراجل مشي، انتهى تعاقده مع الزمالك ومشي. اتقال في الاعلام المصري ما يصحش الاهلي يتعاقد معاه. طب انا عايز اسالهم سؤال، سؤال قد كده صغير، كارتيرون ده كان فين؟ كان مدرب الاهلي. هولمان كان فين؟ محمود الجوهر الله يرحمه كان فين؟ ما قلتوش ليه ما يصحش؟ لا اسامه والله ما تروحش على الحاجات دي بجد والله. بالله بالله يعني لا ما تروحش على الحاجات دي بعيد. لا يا عم خليه خليه التعاقد مع كارتيرون يا جماعه، والله يا جماعه عبد الله السعيد كان فين؟ بغض النظر ثواني بس عبد الله السعيد هنقول كان فتره ست شهور في فتره الريبه والشك والتعاقد، لما تعاقدت معاه مع عبد الله السعيد مثلا بالصوره ايه اللي حصل؟ عمل ايه في العمليه الاهلي؟ والهدف كان ايه؟ هدم الفرقه، لانه ده اللاعب المحوري بتاع الفريق والهدف الواضح. بس معلش يا استاذ محمود، صح كلام حضراتكم مظبوط 100%، ولكن النادي الاهلي دائما ما ينظر الموضوع من جهه ثانيه، وجهه نظري يعني، انا ما بتكلمش باسم النادي الاهلي ولا حاجه، ولكن انا دائما بقول وجهه نظري من اللي الواحد بيشوفه وحضراتكم اساتذتنا في الموضوع ده، ان النادي الاهلي دائما لما بينظر انا شايف ان الاستاذ جمال فري حر، بس كان ماسك مين؟ ما هو ده ما كانش ماسك، خلونا عايزين نعرف ما كانش ماسك مين، عامل ايه، هو ده خلونا ده عشان كده بقول لحضراتكم يا جماعه مدرب نفسه يا جماعه طالما فري مش متعاقد.